يا مرحبا حكيم، كيف تفاعل الشارع الورقلي هناك مع خطاب الرئيس عبد المجيد تبونا اليوم؟ نعم، مساء الخير زميلي مصطفى. نحن هنا في مدينة ورقلة في عاصمة الواحات كما يحب أهلها تسميتها. الكل هنا متفائل وتفاعلوا مع خطاب رئيس الجمهورية: من الجزائر تنتصر، أو من الجزائر تنتخب إلى الجزائر تنتصر. الكل هنا يراهن أو سعيد بالاستمرار في مسار التنمية، قاطرة التنمية التي انطلقت. وكما نعلم، هذه الولاية التي يعول أهلها الكثير في الاستمرار في من خلال المشاريع التي وعد بها رئيس الجمهورية، والتي أطلق بعضها بالفعل، والتي ستوفر آلاف مناصب العمل، وهو مطلب شبابي كما نعلم. أول هذه المشاريع كما قلت ولاية فلاحية بامتياز، إضافة إلى كونها أحد محاور الطاقة في بلادنا. الطاقة من خلال إطلاق مشروع أو مصفات بحاسي مسعود، والتي ستوفر آلاف مناصب الشغل. أيضا بالنسبة للفلاحة والصناعة التحويلية، معمل السكر أيضا هنا في المدينة، بالإضافة إلى قطاع الصحة وتنميته من خلال المستشفى الجامعي القطب في هذه المدينة. وعفوا، الكل هنا أيضا يراهن على الاستمرار أيضا من خلال المشاريع، المؤسسات الصغيرة التي يراهن الشباب على إطلاقها، والتي وعد بها رئيس الجمهورية في هذه العهدة، التي يقول أهل ورقلة إنهم صوتوا بنسبة عالية وشاركوا بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات، ومنحوا أكثر من 85% لرئيس الجمهورية للاستمرار في هذا البرنامج التنموي. من ولاية ورقلة جنوب الجزائر.